مهرجان دولي لمسرح العرايس دار ثقافة بن رشيق. كان تعرفه بروحك وتقولي شنو هذوم؟ احنا راي جمعية مجاريات قصر هلال، مجاريات قصر هلال جمعية عريقة تنشط في كل مجال ثقافي، تنشيط، شوارع، موسيقى، عروض. استدعونا دار الثقافة بن رشيق ولبينا الطلب. احنا جمعية ثقافية فنية، جمعية مجاريات قصر هلال، عندها 50 عام توا، تقسم 78. مثلا احنا سمعنا العرض، قلنا انت فاش تمثل العرض هذا، ما تفسر لنا. موسيقي تنشيطي للاستعراض للتعريف بالتظاهرة هذه، هو الافتتاح نتاعهم، يبدا العروض نتاعهم ممكن يبداو غدوه ولا امتين في مسرح البلدي. احنا هذا هي بريسك تحسيس للمواطنين كون فما حدث ثقافي هام في مدينه تونس. المواطن التونسي البسيط يحب الحاجات هذه ويتلم على الحس، يتلم. نحن نسميه الموسيقى، يقول لك موسيقى الباي، تلم الناس الكل من البلايص الكل وجاو يجراوا خاطر الموسيقى هذه. مرحبا بهم، احنا نشرفوا بهم، احنا هو الهدف نتاعنا، هو احنا وبث الفرحه والسرور في نفوس العباد قلقه المده هذه وكورونا وغيرهم، فرصه باش تكون فما شويه نحيوا القلق ان شاء الله، وان شاء الله نكون تونس العام الجديد كل عام هم حيين بخير، ان شاء الله يكون عام في الخير على تونس وعلى الشعب التونسي. طلب شخصي اكثر منه جماعي. سمعني حاجه، كي يقول لك الفرحه، سمعني حاجه. صحة بالحق، بالكم شيخ نتعرف عليكم، مين جيت؟ باه جينا من مستير، الجمعية الأرور المتوسطية للثقافة والترفيه من مستير، فرقة دوما العملاق. احكي لي شوية، معناتها اللي يهزوا ذي على بدنك شنو؟ ذي عروسة عملاقة صنعناها نحن في مستير، وكل واحد وعروسته هكا تشوف، أنا عامل عليها جو ويخدم بها. صنع تونسي. صنع تونسي محلي. الحاجة اللي لاحظتها معناتها بالرغم رزينة، ميزانها رزين برشا، أما تتحرك بها معناتها بكل تلقائية وسبليس على الآخر. لا فيها تكنيك، فيها تكنيك، سر المهنة هكا. ميك تشطح فيها. إي نشطح ونشطحها زاد. أيوة. أنا اللي نعرف هذا كل عروسة ترمز الحاجة، أنت العروسة هذا اللي عندك فوقك شنو اللي يرمز معناتها؟ هكا ليماجيناسيون نتاعي جابت لي دمية هكا، كل واحد تخيل دمية هكا على كيفه وصنعها معناها. أنا طلعت لي دمية هذه، سبحان الله، مخي هكا معبي بالمناظر هذه.
برافو، عرض محله برشا بالحق. قبلك شيخ انت عارف عليكم مجرة قصر هلال، ايه احنا من الساحل وديما نشاركوا في التظاهرات هذية، ما فلتوش ما شاء الله. محله النهار تعدى شوية مزيانة على الاخر، عباد كل كي تلمت. ايه انتوا شنو جمعية ولا شنو؟ احنا اسوسياسيون، احنا جمعية مجرة قصر هلال عبد القادر الحذيري، جمعية عريقة من ترانسيس، احنا من 1936. حاجة اللي لاحظتها معناتها هوني بريسك اعضاء جمعية كلهم صغار في العمر، ما حاجة باهية. اي مينيوريت على ماجوريت، احنا راهو احنا مش الكل هنا، احنا برشا بنات، عائلة بون، مش منها عائلة منها جمعية منها عائلة، برشا بنات احنا، برشا ممكن حتى لصنفين وصلوا. انتم زرعتوا الفرحة هوني بالحق، برافو، يعطيكم الصحة. كما زرعتوا الفرحة في العباد، العباد تلمت في وقت الناس تفركس على الفرحة، انتم زرعتوا الفرحة بالحق. توانس الكل اللي كاية طوى، كانت تظاهرات الكل كاية هذه غايبة، الكورونا، الحبسة في الدار، الحمد لله، إن شاء الله إن شاء الله ترجع الدنيا كما قبل.